السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقاء متابعي قناة AirDrop Schools. مرحبا بكم في فيديو جديد مع شرح جديد. اليوم سوف نقوم بشرح موقع استثماري جديد، موقع رائع، هو موقع كريبتو ديفي. قبل البدء يجب أن ننوه أن لحد الآن ليس لدي أي بث سحب من هذا الموقع، لكن الموقع لديه تقييم إيجابي في المنتديات، وهناك إثباتات سحب عديدة على منصة اليوتيوب لهذا الموقع. وحين نتوصل بأول إثبات سحب سوف نقوم بإذن الله بوضع فيديو جديد وإثبات سحب جديد. سوف نقوم بشرح الفيديو. طبعا رابط هذا الموقع وجميع الروابط تجدونها في الوصف أسفل الفيديو. إذا الموقع هو عبارة عن استثمار لمدة 3 أيام. الاستثمار طبعا هناك عدة باقات للاستثمار. هناك باقة ستار حيث الإيداع يكون من دولار إلى 50 دولار، ومدة السحب 72 ساعة أي 3 أيام. هناك باقة ستارت بلس، المبلغ يكون من 50.1 دولار إلى 200 دولار، وكذلك السحب يكون أو العائد الربحي يكون في 72 ساعة ويصل إلى نسبة 130%. بالنسبة للباقة الأولى ستار تكون نسبة العائد الربحي 115%. هناك باقة السيبر، العائد الربحي يكون في نسبة 151% ويكون من 201 دولار إلى 1000 دولار. وهناك باقة الأفتر 150% عائد ربحي ويكون من 50.1 دولار إلى 200 دولار، والعائد يكون في غضون 3 أيام. وهناك الأفتر بلس، والعائد الربحي يكون 180% في غضون 72 ساعة من 200 دولار إلى 1000 دولار، ولكن بشروط محددة. التسجيل في الموقع، نقوم أولا بشرح التسجيل. التسجيل قلت سوف أضع الرابط أسفل الفيديو. إذا تضع هنا الإيميل الخاص بك، الباسورد، كلمة المرور، إعادة كلمة المرور، تكتب الكلمات الموجودة في الكاباتشا، وهنا يقولون لك إذا كان لديك رافر أو إذا قمت بالتسجيل مباشرة سيكتبون لك don't have any رافر، ليس لديك أي، يعني لم تقم بالتسجيل عن طريق رابط الإحالة. هنا ستقوم بعمل ريجستر. أنا قد سبق لي التسجيل في الموقع، سوف أقوم بالدخول مباشرة إلى حسابي على الموقع. إذن هذا بالنسبة للباقة التي قمت بشرحها. هنا لدينا ديبوزيت، الإيداع، يعني ديبوزيت يعني الإيداع الذي قمت به. هنا لديك الإكشانج، إذا أردت عمل إكشانج يعني من بيرفكت موني مثلا إلى باير مثلا، إلى البيتكوين، إلى الإيثيريوم، وكذلك عمل إكشانج من عملة إلى عملة. هذه الخانة خاصة بالإكشانج. هنا بالتحويلات، فهنا مثلا التحويلات على المحافظ الخاصة بك، بحيث يكون الحد الأدنى لكل سحب 0.20 دولار. بيرفكت موني، أنا باير، يمكنك بالنسبة للبيتكوين السحب الأدنى 80 ساتوشي، وهكذا. البرومو كود، إذا كان لديك برومو فستستفيد من خصم 10% على كل إيداع، ويكون بعملة الدوتش كوين. هذا رابط إحالة خاص بك. وهنا أهم شيء في الموقع هو الباونتي، بحيث يمكنك الاستفادة من باونتي، مجاني بالموقع. يعني أهم حاجة في هذا الباونتي
يمكنك الاستفادة من مكافآت مجاني من المطعم ثم تستثمر بها وتحويل الرصيد إلى حسابك على البيتكوين أو بيرفكت موني أو الطيير أو إلى غير ذلك. إذا لكي تستفيد من باونتي من 0.5 إلى 50 دولار عن طريق إنشاء فيديو على اليوتيوب، حيث تقوم بنشر رابط الفيديو في الوصف أو رابط الحالة الخاص بك، ويجب يكون الحساب الخاص بك على اليوتيوب يفوق عمره 4 أشهر، والقناة بها على الأقل 500 سبسكرايبر مشترك وهكذا، ويكون الفيديو بابليك يعني متاح، ليس فيديو خاص بل فيديو عام متاح للجميع. هنا تكست ريفيو يعني يكون لديك مدونة أو موقع به ترافيك جيد، به زوار، وكذلك به مواضيع خاصة بالاستثمار، على الأقل 10 مواضيع خاصة بالاستثمار لا يهم، ربما تتحدث عن مواقع أخرى، المهم أن يكون الموقع الخاص بك يتحدث عن البيتكوين والاستثمارات. لكن يشترطون عليك $11 للاستفادة من الباونتي الخاص بالمقال. هنا الفيسبوك طبعا إضافة مقال يتحدث عن الموقع في الفيسبوك، يجب أن يكون عمره على الأقل 4 أشهر عمر قناتك على الفيسبوك، ولديك على الأقل 200 صديق، والرويد 10 سنت، وكذلك لديك موقع على الفي كونتاكت وعمره كذلك عمر الموقع عمر حسابك في كونتاكت على الأقل 4 أشهر، وعلى الأقل يكون لديك 200 صديق واستفادة 10 سنت. إذن يعني أهم باونتي هنا هو الفيديو، فيديو اليوتيوب، إنشاء محتوى فيديو بحيث تستفيد من مبلغ من 50 سنت إلى 50 دولار. إذا كان هذا شرحنا لهذا الموقع، سوف نقوم بإنشاء موقع آخر، عفوا سوف نقوم بإنشاء فيديو آخر ريثما نتوصل بسحب جديد على هذا الموقع. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.